حصوة في الكلية stone kidney أو حصل inflammation في الكدني. المهم حصل stretch للكبسول اللي على الكدني. أبص ألاقي يديني بين كاركترستيك للرينال بين نمرة واحد. أبص ألاقي يبدأ من اللوين وروح للأنتيرو أبدومنال وول along الديستريبيوشن بتاع ثراسك 12، لأن البين كارينج فايبر طالعة من الكدني بتروح لسيجمنت ثراسك 12، فالعين يقول لك ألم أهو وبيروح للأنتيرو أبدومنال وول كده أهو، ما بينزلش تحت خالص ويمسك ده كده أهو، ماسك ده يعني هي دي حتة من اللوين، ده اللوين أهو، ده اللوين للأنتيرو للفلانك، ده الفلانك ده بس، ده كاركترستيكلي انكريز باي موفمنت زي بعضه. المشكله كمان القلع من كده اهو، لو بصيت للباك بتاع العيان ده الباك اهو ودي اللاست ريب اهي، الانجل ما بين اللاست ريب اللي هي ثراسيك 12 وما بين الماسلز بتاعت الباك، هذه الماسل بتاع الباك بيسموها ساكرو سباينالس ماسل ونازله فيرتيكال على جانبي العمود الفقري. مش انتوا كلتوا ال اسمها ايه بتاع ايه اي حاجه ما تقولوا اي حاجه اسمها ايه الفرتبرا بتاعه الحمار قصدي بتاعه الجاموس، مش كلتوا فرتبرا؟ تبص للفرتبرا حواليها لحمه عظمه، هو ده الساكروسباينالس ماسل من ورا، الانجل ما بين الساكروسباينالس ماسل وما بين الانجل ده اهي بيسموها رينال انجل. احيانا الناس يقول لك ما بين ثراسك 12 وما بين السباين بدل الساكروس زي بعض، مش هنزعل مع بعض. هذا الرينال انجل ده از امبورتنت، لو انا لقيت تندر رينال انجل، تندر رينال انجل انديكيت كيدني ديزيز على طول بلا تفاهم، حاصل يعني على ظهره واتكيت على رينال انجل واتكيت قال لي اه في الم رينال ديزيز، فيهاش هزار. نمره اتنين، لو جبت على ظهر العيان ده هو وفحصته وبصيت عند الرينال انجل لقيت فيه سويلنج بقى ابا والعيان عنده فيفر ورايجور بيرتعش والسويلنج ده هو وتندر سويلنج وممكن الاقي هوت سويلنج عليه، الاقيه دافي وسخن، لقيت هذا المنظر على بلا هزار وبلا تفاصل وبلا اي حاجه، ده بيري نفريك ابسس خراج حوالين الكليه، بيري نفريك ابسس مش هيعمل بلج للرينال انجل دهيت وفي فورتين الا البيري على طول بلا هزار، بلج بيري نفريك ابسس ولا عنده فيفر ورايجورز وبتاع ولا تندرنس كمان، ممكن الاقي ريدنس وهوتنس على السكين، انديكيت ان ده بيري نفريك ابسس او بيري رينال ابسس. الرينال ترانسبلانت، في الرينال ترانسبلانت الموست سيوتابل مكان ان انا اعمل فيه رينال ترانسبلانت رايت إلياك فوسا، انتوا عارفين الابدومن رايت ليفت هايبوكونديان ابيجاستيان وبعدين امبلايكال ريجون رايت ليفت لامبر رايت إلياك فوسا ليفت إلياك فوسا والانفرا او ايه الهايبوجاستيان. فالموست سيوتابل مكان ان نعمل فيه انقل فيه كليه الإلياك فوسا عشان مكان واسع ان فرونت اوف ماسل اسمها الإلياكس، ماسل هتشوفوها في البوستيريور ابدومينال وول،
في هذا المكان ببص الاقي ادي الكومن إلياك أرتري كده اهو بيدي الانترنال إلياك أرتري وبيدي الاكسترنال إلياك أرتري وهذا الاكسترنال إلياك أرتري معاه الاكسترنال إلياك فين والانترنال إلياك فين يتحد مع الاكسترنال إلياك فين ويعمل لي الكومن إلياك فين وهكذا فان عندي ان هو ده الانترنال إلياك أرتري موجود في هذه المكان وبعدين هنا هو الاكسترنال إلياك فين فبجيب الكدني اللي انا بنقلها اهي الرينال أرتري بحطه مع الانترنال إلياك اند تو اند ده الرينال أرت اند تو اند يعني ايه يعني بقطع الانترنال إلياك وفتحته بحطها في فتحة الرينال اند تو اند انستوموزيس الرينال أرتري اند تو اند مع الانترنال إلياك أرت لكن الإلياك فين الرينال فين ده اهو بحطه اند تو سايد انستوموس يعني الرينال فين اهو اجي فاتح فتحه في الاكسترنال إلياك فين ومخيط الفتحه بتاعه الرينال فين ده اهو على الفتحه اللي انا عملتها دهيت وده زي ما هو ماشي زي ما هو ده بيسموها اند تو سايد ده الرينال فين مع الاكسترنال إلياك فين واليوريتر ده هوت باجي حطه في اليوريناري بلادر مدخله في الوول بتاع اليوريناري بلادر بيسموه يوريترو سيستوستومي ده البرنسبلز بتاعت الرينال ترانسبلانت اند تو اند اند تو سايد يوريتر في البلادر الإلياك فوسا از ذا موست سيوتابل طبعا في فاريشنز في ناس بيعملوا اند تو اند يعني لكن دي البيزك المفروض ايه تعرفوها عن الرينال ترانسبلانت عشان كده بحط ده على السايد بتاعه لو ده شورت التقل الكدني هيشد على الحته اللي انا ربيتها دي فبص يعني يجيله نزيف بعد العمليه كل ما ده كان طويل كل ما يدي فرصة ان الكدني مريحة في مكان فما يشدش على الانستوموزس وما يحصلش عشان كده الليفت كدني is preferred عن الرايت كدني because it has a longer left renal vein ما فيش فايدة اليوريتر ادي البصورة بدون الوول اهو وادي الإلياك كريست اهي وهبص الاقي في مصل ضخمه هنا اهو هذه المصل الضخمه دهيت اسمها مين السوس ميجور مصل والسوس ميجور مصل حلاقي ترانسفيرس بروسيس بتاعت اللمبر لانها خارجه من الترانسفيرس اللي واحد اللي اتنين اللي ثلاثة اللي أربعة اللي خمسة ده الترانسفيرس بروسس بتاع اللمبر فيرتبرا طيب هي المفروض الرسمة تطلع شوية فوق لكن ايه مش مشكلة بقى ادي الكدني اهي هيطلع اليورتر ده اهو اليورتر بتاعي تقريبا 10 انش زي الاسوفجس بالظبط نصه في الابدومن والنص الثاني في البلفس والنص الثاني في البلفس ده السوس ميجور ماسل اهي وادي الابدومنال اورطة هينتهي دي الكومن الياك والكومن الياك ده هو يحصل له بايفركيشن يدي الاكسترنال إلياك والانترنال إلياك أرتري
فاليورتر بيبدا من الهايلم اوف ذا كيدني وديسند داونورز بوستيريور لي السورس ميجور ماسل والسورس ميجور ماسل ده هي بوستيريور اليورتر سيباريت اليورتر من الترانسفيرس بروسيس بتاعه اللامبر فيرتيبرا ادي اول حاجه وبعدين هذا اليورتر دوت يدخل البلفس يدخل البلفس باي كروسنج البايفركيشن بتاع الكومن ايلياك ارت ويجي ماشي ان فرونت اوف الانترنال ايلياك ارت يعني هو داخل البلفس ات انتر ذا بلفس ووراه البايفركيشن of the common iliac artery ان الكومن ايلياك بيدي external iliac artery والانترنال البايفركيشن ده هو اليوريتر اكروسز ات وزي البايفركيشن ورا اليوريتر وورا هذا البايفركيشن ده هو الساكرو ايلياك جوينت انتوا عارفين البلفس بتاعي فيه السكرم والسكرم ارتكليت مع الهيب بون الناحيه دي والهيب بون الناحيه دي وعاملين لي البلفس كده اهو فالجوينت ده هي اسمها ساكرو ايلياك جوينت ساكرو ايلياك جوينت ساكرو ايلياك جوينت ده هي ورا البايفركيشن بتاع الكومن ايلياك وبذلك اليوريتر وراه سواء كرايت ولا ليفت نمره واحد سورس ميجور ماسل وسورس ميجور سيبريت فروم ذا تيب او ترانسفيرس بروس لامبر فيرتيبرا وراه وداخل بالبس وراه البايفركيشن اوف ذا كومن ايلياك وارتي وراه الساكرو ايلياك جوينت وبعدين يجي داخل البلفس وداخل بالبس باسز لاترالي تورز حاجه هنا اهو سباين اسمه الاسكال سباين في البلفس وبعدين باسز فورورد ويجي داخل في اليورينري بلادر ده الكورس بتاعه وذلك اللاند مارك بتاعتي هنا اهو وراه سورس ميجور ماسل وراه ترانسفيرس بروس واللامبر فيرتيبرا وراه الساكرو ايلياك جوينت والبايفركيشن اوف ذا كومن ايلياك الباسد لاترالي تورس الاسكال سباين دي عظمه من بوث سايز طالعه من الهيب بون وبعدين باسس فورورد للبلادر ده اللي يهمني ايه في الاكس راي في الاشعه لما بعمل اشعه بيبان العظم بس فبيبان لي الترانسفيرس بروسيس بتاعت اللامبر فيرتبري بتبان لي الساكرو ايلياك جوينت بيبان الاسكال تيوبروس ده عظم وذلك لو لقيت راديو اوبيك شادو وهذا الراديو اوبيك شادو اوبلونج واخد شكل اليوريتر لقيت الترانسفيرس بروسيس بتاعت اللامبر فيرتبرا ده يوريتريك ستون ستون في اليوريتر لو لقيت ستون او راديو بيك شادو ان فرونت اوف ذا ساكرو ايلياك جوينت لان ساكرو ايلياك جوينت هتبان لي في الاشعه ستون يوريتر لو لقيت راديو بيك شادو جاست ميديال تو ذا اسكال سباين ستون يوريتر لان ده الكورس بتاعه وكاركترستيك ستون يوريتر تبقى اوبلونج لانها واخده شكل اليوريتر وانيت فتلاقيها مطوله كده شويه مش مدوره يوجوال تبقى مطوله اوبلونج راديو بيك شادو على الترانسفيرس بتاع اللامبر فيرتيبرا يوريتريك ستون على ساكرو ايلياك جوينت يوريتريك ستون ده قيمه الله الانتروليشن بتاعت الايه اليوريتر يعني از نوت فيري امبورتنت لكن هقولها بالمره الانتروليشن بتاعت الرايت يوريتر رايت يوريتر نازل ورا السيد بارت اوف ديودينا وبعدين نازل وراه الروت اوف ذا ميزنتري كروسنج انتيريورلي طبعا مش هتفهموا حاجه لكن زي بعض الاليو كوليك ارتري والرايت كوليك ارت ان فرونت اوف ات التيرمينال اليام قدام الرايت يوريتر الليفت يوريتر البلفيك كولون قدامه والليفت كوليك
فيسلز قدامه وخلاص. لكن قدام الرايت وليفت يوريتر بيكروس الجناده الفيسلز، سواء لو في السكرال ارتري او اوفيريان ارتري لازم يكروس ان فرونت اوف اليوريتر، سواء كان على اليمين او الشمال. وذلك اليوريتر سواء رايت ولا ليفت از كروس ذا انتيريور باي ذا اوفيريان فيسلز ذا تستيكولار فيسلز سواء ميل او فيميل. ده الانتيروليشن، لكن انا يهمني كلها البوستيروليشن لان هي دي اللاند ماركس اللي عندي. طيب لو بين، لو عندي ستون في اليوريتر، ستون في الابر بارت مثلا بتاع اليوريتر، هبص الاقي البين اللي طالع من اليوريتر بيروح لثراسك 11 ثراسك 12 ال 1 ال 2. عشان كده البين دس، في حد بره؟ عشان كده البين دس عندكم محاضره بعدها ايه؟ اه طيب. فابص الاقي البين يبدا من اللوين الساعه 12 يروح ل الفلانك، يروح للجروين، منطقه الجروين اللي هي ده اهي، من اللوين للجروين تمام. وممكن يروح للانر اسبكت اوف ذا سايد، ده كاركترستيك لليوريتيريك كوليك او الرينال كوليك. رينال كوليك اللي هو اليوريتيريك كوليك، بين سيفير بين، كوليك بين في اللوين and radiating to the front to the groin and maybe to the inner aspect of the thigh. لو هذه الستون at a lower level down في اليوريتر، ابص الاقي زائد ده كله البين radiating to the tip of the penis or the clitoris والانر اسبكت اوف ذا ساي اكتر. كل ما التيب اوف ذا بينس والانر اسبكت اوف ذا ساي، كل ما اعرف ان الستون ات ا لوور ليفل، ات ا لوور ليفل. انما الابر ليفل ما بيوصلش للتيب اوف ذا بينس. لكن الم رينال كوليك وراديتنج تو ذا ليفت تيستيكلز، ذا تيستيكلز الخصيه، سمع في الخصيه وسمع في التيب اوف ذا بينس وسمع في الانر اسبكت اوف ذا ساي، لا ذا ستون في اللور بارت اوف ذا يوريتر. البين ديستريبيوشن بتاع اليوريتر بيمشي اكوردنج، انتوا عارفين الايه السكرال اللمبر بلكسس خدتوها لسه، في نيرف ماشي من فرونت اهو بتاع المصل ده اسمه الجينيتو فيمورال نيرف. هذا الجينيتو فيمورال خارج من ال 1 وال 2. الجين فيمورال نيرف ده هوت بيسبلاي الانر اسبكت اوف ذا ساي عن طريق الفيمورال برانش، وبيسبلاي التستيكل عن طريق الجينتال برانش بتاعه. البين بتاع اليوريتر ات باسس الونج ديستريبيوشن اوف ذا جين تو فيمورال نيرف، عشان كده بيسمح في الانر اسبكت اوف ذا ساي وبيسمح في التستيكلز. والجين تو فيمورال نيرف ده ماشي قدام ورا اليوريتر لانه نايم على المصل اللي اليوريتر معدي عليه، جينت فيمورال نير، وعن طريق ايضا الاليو انجوينال نير. انا عارف ان انا ببقى ايه بصعبتكم لكن زي بعض. لكن رينال كوليك ابر بارت اوف ذا يوريتر لما ينزل الستون في اللور بارت هيديني كذا وكذا، والبين ديستريبيوشن كذا عشان النيرف سبلاي بتاع هذا اليوريتر كذا وكذا وكذا، والريليشن بتاعته وده وده وخلاص. هو في شويه كلام في النص يا اما تقروهم يا اما تتكرموا تدوني وقت تاني عشان اكمل اليوريتر حلو، لان انا كروته بصراحه، وسبب زمايلك الاثنين اللي ورا ده هم لانهم ضيعوا جزء من الوقت كان ممكن ينفع، والاستاذ اللي نايم ده هوت اللي خد درس ده هوت عشان النوم بتاعه كان ممكن ينفع الوقت، فعشان كده الوقت انتوا اللي بتضيعوه.